القاهرة تقدم مسابقة مصر في أرقام، مسابقة يومية حول أهم الإحصائيات المصرية. تقدم الجوائز من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. مصر في أرقام. أعزائي المستمعين، كل عام وأنتم بخير. لا شك أن الأرقام والإحصاءات الخاصة بالسكان والاقتصاد والقطاعات الخدمية المختلفة تشكل تأثيراً كبيراً ومباشراً على مسيرة التنمية في أي بلد كان. وقد اهتم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مبكراً بنشر الوعي الإحصائي لدى كافة أفراد المجتمع المصري. وانطلاقاً من أهمية لغة الأرقام، تأتي المسابقة الرمضانية مصر في أرقام للعام العاشر على التوالي، حيث نقدم الأرقام والإحصاءات داخل معلومة، وفي كل حلقة معلومة إحصائية جديدة وسؤال جديد. تشكل الزيادة السكانية في الوقت الراهن تحدياً للدولة، وقد تحدث فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مراراً وتكراراً عن خطورة النمو السكاني، مناشداً المصريين أن يكونوا على دراية كافية بخطورة الزيادة السكانية المتسارعة والتي تقف عائقاً أمام جهود الدولة وتقضي على ثمار التنمية، داعياً المواطنين لتنظيم الأسرة لتجنب ما يفرضه النمو السكاني من ضغوط كبيرة على كافة موارد الدولة، ويجعل من الصعب توفير واستيعاب مطالب السكان بالحاضر ويهدد مستقبل الأجيال القادمة. وطبقا لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن بلوغ عدد السكان بالداخل 106 مليون نسمة في شهر فبراير الماضي، وبذلك يكون قد تحققت زيادة سكانية قدرها مليون نسمة خلال 250 يوما. والآن مع سؤال الحلقة. مع بلوغ عدد سكان مصر بالداخل 106 مليون نسمة، أذكر في كم يوم تحققت الزيادة السكانية والتي قدرها مليون نسمة. السؤال مرة أخرى، مع بلوغ عدد سكان مصر بالداخل 106 مليون نسمة، أذكر في كم يوم تحققت الزيادة السكانية والتي قدرها مليون نسمة. جوائز المسابقة مقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وقيمتها 30,000 جنيه. الجائزة الأولى 5,000 جنيه. الجائزة الثانية 4,500 جنيه. الجائزة الثالثة 4,000 جنيه. الجائزة الرابعة 3,500 جنيه. الجائزة الخامسة 3,000 جنيه. ومن الجائزة السادسة وحتى العاشرة 1,000 جنيه. ترسل الإجابات مجمعة في نهاية الشهر الكريم على الموقع الإلكتروني للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو www.kabmas.gov.eg. رابط مسابقة رمضان. الموقع مرة أخرى www.kabmas.gov.eg. رابط مسابقة رمضان. ونوجه عناية حضراتكم إلى أننا سوف نتلقى الإجابات من نهاية الشهر الكريم وحتى نهاية شهر مايو عام 2024، مع أطيب الأمنيات. بحظ سعيد لكل المستمعين. كنتم مع مسابقة مصر في أرقام، مع تحيات وفاء زكريا وأدهم عزام.